منهجية واضحة يقوم عليها الاتحاد العماني للهوكي في تفعيل دور مراكز إعداد الرياضيين في لعبة الهوكي، إذ وضع اتحاد اللعبة في رزنامته بطولة تجميعية للمراكز لتطوير مهارات اللاعبين الناشئة وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة. مستوى البنات عندي ما شاء الله يعني في تطور وجهود الحمد لله واضحة وملموسة. طبعا بدايتنا كانت من أشهر والحين نجني ثمار تدريباتنا المستمرة، ونفس الشيء ماشيين على خطة معينة. نقلة فنية على مستوى الأداء حظي بها هؤلاء اللاعبون تحت إشراف مدربين ومدربات واهتمام من الأندية التي تطمح في تخريج عناصر تلتحق بالمنتخبات الوطنية للفئات السنية. فيني حب يعني حال الرياضة وكذا، ثاني شيء يعني أحس ترفيه حلو يعني اللعبة يعني كلعبة جماعية حلوة نستأنس فيها نلعب ونستفيد منها وايد اشياء يعني. ادخل مباريات، اريد الناس يشجعوني، اريد اكبر في هذه المباراه في هذا اللعب، اريد مستقبلي يكبر فيه، واكثر شيء احب فيه اللعب انه ترفيه على النفس. الاتحاد العماني للهوكي يركز على فئه المراكز السنيه واعدادها بما يتماشى مع مستجدات اللعبه في الساحه الدوليه لضمان اجيال قادمه ممارسه للعبه الهوكي. يشرف الاتحاد العماني للهوكي على بطولة المراكز للهوكي للفئات العمرية، والتي يأمل من خلالها اتحاد اللعبة بإكشاف المواهب وتعزيز قدراتهم لانضمامهم للمنتخبات الوطنية. من هوكي عمان، عبد الله بن صالح الريسي، مسقط.